يمكن قبل الفصل كنا بنتكلم وبنشوف آخر التداعيات اللي طبعا لحقت بالشعب الليبي جراء إعصار دانيال، وشفنا معاكم كمان متابعة للجهود المصرية وجهود الإغاثة والإنقاذ اللي بتدور الآن على الأراضي الليبية. لكن لو رحنا كمان، طبعا كان من المتوقع أنه إعصار دانيال يجي مصر، وكان في بعض المخاوف أيضا، لكن الحمد لله انتهت بقايا العاصفة دانيال في مصر، وما شفناش تأثير ضخم أو تضرر الحمد لله يا رب لأي منطقة بالمحافظات. احنا معنا الأستاذة إيمان شاكر، الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشارة عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتورة، منورانا. أهلا بحضرتك أستاذ حسام، وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني هل نقدر نقول أنه خلاص إعصار دانيال مر من على مصر، أو انتهت يعني تداعياته على مصر؟ هو الحمد لله انتهت تماما العاصفة دانيال وتلاشت تماما، والحمد لله بمجرد دخولها الحدود المصرية فقدت قوتها بشكل كبير، لأن أي عواصف بتتكون على أي بحار أو محيطات بمجرد ملامستها للأرض بتفقد قوتها وبتفقد الكثير من طاقتها، سواء سرعات الرياح بتقل أو كميات الأمطار أيضا بتقل. وده كان طبقا من توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إن احنا كنا متوقعين أمطار عادية ما فيش منها أي قلق أو خوف. يمكن كان فيه تهويل من بعض المواقع على السوشيال ميديا، لكن الحمد لله مرت هذه العاصفة بسلام، لم يحدث تأثير غير تأثير محدود، أمطار عادية جدا خفيفة المتوسطة في بعض المناطق، يمكن القاهرة شهدت بعض الأمطار الخفيفة أيضا، وأيضا تأثرنا بالرياح المحملة بالأتربة، لكن ده كله كان في الحدود المعتاد عليها في فصل الخريف اللي احنا دايما بنشهدها مع التقلبات الجوية. فمرت العاصفة دانيال بسلام، وطمن كل السادة المشاهدين مفيش أي لها تأثير في الأيام القادمة إن شاء الله، والحمد لله. لكن دكتورة دي خلينا نسأل، طبعا احنا دلوقتي مع مرور يعني أيام قليلة على إعصار دانيال وبداية تكشف الواقع والأثار المدمرة لهذا الإعصار في ليبيا وخاصة في مدينة درنة، ويمكن حتى الليبيين بيقولوا احنا لم نشهد كارثة جوية أو بيئية بهذا القدر أو بهذه الصورة منذ عقود، يمكن أو يمكن للمرة الأولى في التاريخ. احنا برضو مش متعودين أو لم نشهد برضو تغيرات جوية حادة لهذه الدرجة، لكن هل ده يمنع أنه ممكن في المستقبل نشوف حاجة زي كده، خاصة أن احنا بنتحدث عن تغير مناخي ضخم بيحدث الآن في العالم؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرت، فعلا في تغير مناخي بيحصل في العالم كله وتأثرت بيه جميع الدول، ويمكن مصر كمان تأثرت بهذا التغير المناخي. ويمكن آخر 10 سنوات بدأنا نشوف ظواهر عنيفة ما كانش معتاد عليها، زي كميات الأمطار الشديدة اللي بدأنا نشوفها على السواحل الشمالية، وأيضا امتدت في بعض المناطق للقاهرة، وطبعا أيضا العواصف الترابية وشدتها وعدد مرات تكرارها اللي زاد بشكل كبير. فوارد طبعا ان العاصفه دانيال تتكرر مره اخرى، ويمكن في 2020 منخفض التنين كان منخفض قوي جدا واثر على جمهوريه مصر العربيه بامطار امطار غزيره نشهدها من قبل الحقيقه. ومش بس كده، يمكن كان في عاصفه شبيهه دانيال اللي مرت على مصر في 2019 في شهر اكتوبر، واثرت ايضا بكميات كبيره من الامطار، ويمكن تسببت في مشاكل كتير، وطبعا بعض الطرق تم اغلاقها نتيجه كميات الامطار الكبيره. فطبعا مع التغير المناخي ومع ظاهره النينو اللي اثرت علينا في هذا العام، ده هيؤدي طبعا لارتفاع درجه حراره البحار وخاصه البحر المتوسط، وده نتيجته هتكون تولد منخفضات عنيفه على منطقه حوض البحر المتوسط. مسار هذه خاصة العاصفة دي ضربت سواحل كتيرة برضو، اليونان واسبانيا اليونان وتركيا فطبعا المنخفضات بيكون ليها مسار وبيكون ليها قوة، بتختلف من منخفض لآخر ومن حالة لأخرى ومسارها بيختلف. فوارد ان يكون في منخفض يتجه لليبيا، وارد منخفض اخر يتجه لمصر. طبعا منطقه حوض البحر المتوسط كله معرضه لبعض العواصف اللي ممكن تكون عنيفه بشده دانيال او اقل منها او اكثر منها، ده طبعا وارد جدا، واحنا لسه ما بداناش فصل الخريف جغرافيا، هيبدا لسه 23 سبتمبر، لكن رغم كده البدايه المناخيه كانت مبكره، وده دليل على ان الفصل الخريف القادم احتمال كبير متوقع ان تكون كميات الامطار تكون اعلى من المعدلات من السنوات الماضيه. يعني ان شاء الله ربنا يستر ويسلم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا،
الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الشعر عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا.